نوري خويا بزاف القضيه على كاع هادشي هكذا باش ما عندها ما تقول وحرصت نجاش قلت لك خطاتك يقول لي اش تقول غادي نقولها نوريا اليوم راه غالبني رمضان وراني مشاهي نتوم مرقه بيضاء زعما كون طيبه لي اليوم ما نساش خيرك طري بيان نستعرض بك بصح كاينه حاجه شنو انا خايف تفيق لي كتعرف انا ماشي اكتر ما نعرفش نمثل وعلاه اللي راهم يمثلوا كاع ديزاكتور يعرفوا يلعبوا عافيه هذه غلبتني نوري هاك حرش تحل فمك نشدها حتى المغرب من عمي سيريات لحم بقري صاي كاين فيونداشي ها هي لهنا ملحيه نوري ثوم كاين فلفل بيض زيد بيض واه واه كاين كله شوف كاين فلفل الكحل كاين ماء ادنوس كاين كمون كاين البصل الحمص كلش راه واجد عندك 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 الله 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 مرحبا مرحبا سرياب ابره كاين حذينا شرفتنا يطول عمرك نوريا كراك اختي صافا الحمد لله شنو حوالك انت الحمد لله يعطيكم الصحه عرفتوني اليوم راني كي السلطان ايه بارك الله هاك حضرتوا كل شيء مالا باش طيبوا نتوما لا احنا غير وجدنا هي باش نقول لك الصح انا راني متهي مثوم مرقه بيضاء وكون زعما طيبين لنا اليوم هادشي ما ننساش خيرك على عيني وراسي الغالي وطلب رخيص يطول عمرك عندي نروح نرقد سالي ملا كان ما يقولوش علي ماشي نرقد مش النوري رمضان يعدي ريقد بصح انا الصباح دار لي اون فورم صباح كي رحنا نقضوا في المرشي النوري منا السلامه منا كان هايل يا سيدي مرحبا ونطيب لك المثوم اللي انت تحب عليه ورحب بكم زيدا مرحبا بكم في كوجين تاع الشهور باش نطيبوا المثوم مع بعضنا ما تزبيوش ما تمشيو لحتى بلاصه اقعدوا معنا رياض انت كيما نوري ترقد ولا تقوم الساعه بكري انا مبكر انا نوض صباح بكري نخدم صباح ما 5 ونص 6 راني ديجا نايض انا برا اه انت تقوم العبيد معناتها انا نوض الناس نفطنهم بعدا خدمتي بكري على كل تقوم العبيد كيفاش تقومهم العبيد عندي برنامج تاع اذاعه فاذاعي في في هذا الوقت في جيلا فام دونك كل صباح من 7 حتى ل 10 برنامج موسيقي ترفيهي عبك في رمضان الناس صعيب باش يفطنوا الصباح ويفيقوا دونك فيه شويه يعني فيه حيويه فيه بزاف حيويه فيه ترفيه موسيقى سورتو وكل ميوزيك باش نفطنوا الناس فيقهم كيما يزم الحال انت عندك برشا تعمل راديو 16 سنه ايه تبارك الله 16 سنه وانا في الاذاعه وديما البرامج نتاعك ترفيهيه هكا موسيقى ديما الفتره الصباحيه والصباح ملي نعقل على روحي بديت في الاذاعه الصباح صباح واحد السنه هكذا درت بعض البرامج في الليل مي ولفت بزاف برامج تاع الصباح باهي برشا لا ماتينال اه ماتينال ماتينال مش كيما النور يصبح لي راقد ويمشي للمرشي كركر في ساقي وزيد يقيل درك وراقد درك وبعد الفطور كيف نوري مش يرقد انا وياك نطيبه وخليه يرقد هاي صبينا الزيت باش نعمل لك المثوم اللي انت تحبه وباش نحطوا اللحم نتاعنا ويعافي خير نوري الله يبارك وجبنا مرسو هو الكيف مرسو هي باش نحطوا له البصل جا هكذا ريحه البصل وريحه الثوم وحدهم ايه يفوحوا الماكله وباش نحطوا طرف ملح وفلفل اكحل فلفل اكحل طريف الفلفل الاكحل وانت كيفاش راكي ديري في الكوزينه باش طيبي لكاع هذا القوم وهذا الشعب كامل باش ياكل كيفاش راكي ديري ولا نوري برك ملي نحل عيني كيفك انت ما تينال نحل عيني مولاي والحاشيه الكل نطيب لهم انا شقان الفطر تما قداه وقت في الكوزينه من الصباح لشقان الفطر كان النور يقضى لي بكري هاكا انا نطيب باش نمرق المرقه نتاعي طويكة باش نحطوا لها الماء نتاعها ونحطوها تغلي الطيب باش اللحم يطيب بالكدا بالكدا يولي زبده باش انا وياك نحضروا الباقيه اي نحطوها هكا ايواش تقعد تغلي على روحها هكا اللي باهي رياض انت مع الراديو عندك زاده تلفزه
عندي تلفزه برنامج قاعد يتعدى في هذا رمضان هذايا على التلفزيون الجزائري دونك اسيس والكنال الجزائري دونك الثانيه يتعدى في الليل بعد التراويح في الليل يعني على 12 تاع الليل سان تولك شو سويتو داير ما كانش هنا في الطابله ساسافيندا عرفتي ساسافيندا ولا ما عرفتيهاش ساسافيندا اي نعرف الفلفل الحار الفلفل الشيح هذاك هو هذاك هو ساسافيندا ساسافيندا باش فوحت طنجرتك بالساسافيندا بالساسافيندا وحنا الحصه فوحنا بالساسافيندا باسكو كاع لسانهم قاطع شويه وكاع لسانهم حار خصنا نكريتيكيو شويه نهضروا نشوفوا شنو يندر في البرامج التلفزيونيه ولا في القنوات الاخرى نتبعوا لاكتواليتي باش تلقاو برجع حاجات اي جوستومون هذاك هو على بها اسمها ساسافيندا فيها ثمانيه تاع لي كرونيكا فيها دو هيموريست وكل مره يا دو انفيتي وكل مره يعني نتكلموا على موضوع كي في بوليميك ولا يعني من داك هكذاك كما رانا في رمضان باش نفاجئوا شويه على الناس دونك العشيه سي بوكو بلوس من داك هكاك هيمور ولا فيها قصره ولا فيها شويه ضحك مش قاسيين كمان لا ايجابيين بزاف حنا اللي يهمنا سي نبنيو امور ماشي نكسرو مي او كونترير يعني نحطوا الصبع على بعض النقاط اللي تخلينا النقد الصحيح النقد الايجابي فوالا هذا هو الدور تاعنا دوتو بليس كو البرنامج يفوت على قنوات التلفزيون الجزائري دونك العمل اللي هو بوكو بليس انكوراجي الناس بناء امور ميم كوزينا وهضرنا عليها اي اعمل الكوجين عمل عمل الكوجين وهضرنا عليها الكوجين تاع الشو ما عندكش ما عندكش لا تاع المولاي قلت لك شنو تاع مولاي شو باش تقول؟ أنا بها جيت أنا. الماكلة كيما يحبها مولاي. ندوق أنا على بها جيت. شوف باش نحطوا اللحم المفروم، حاطين له الملح والفلفل الأكحل، وباش نحطوا له الشابلوغ. حاضرة. وباش نحطوا له طرف معدنوس. باش نخلطوه ونزيدوا الثوم. الثوم. نسيت القرفة ما حطيتهاش في الطنجرة، باش نحطها في الطنجرة مع اللحم. هايك شويه كمون نو ولا ما ايه باش نحطو الثوم طيبت مثوم قبل مثوم نو تدخل الكوجينه من داك كي يكون عندي الوقت في هذا رمضان ما قدرتش اختار بين جيل مورنينغ وزيد لي تورناج تاع ساسافيندا تما النهار كامل غايب تما نلحق سوا قد مع الفطور مع الاذان ما شقا الفطر وبعد الفطور نحضروا في حصه واحده اخرى تعدي كذلك على التلفزيون الجزائري دونك يعني ما عنديش الوقت باش ندخل الكوزينه مي في الويكاند من داك ندخل ايه معناها في ترتح على اللي معاك في الويكاند على الاقل سي على الاقل طيب وهما يرتاحوا ويكاند لا عندك باغ اكزومبل الشوربه انا ما نقدرش نديرها باسكو ما نقدرش نديرها بنينه كيما طيبه شنو اللي تطيبوا بالقدام مثلا؟ بون غير رمضان هذه ما تراني طعام كسكسي غير رمضان طيب الكسكسي غير رمضان يعني خارج من رمضان كسكسي 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 هذا مش عارف ندير يعني جا ساي بوكو كي طيب الكسكسي معناها طيب كل شيء وي عندك الحق يعني لاصوص اللي نديرها الكسكس نقدروا نديروها في الشخشوخه يا بغيتي زعما نقدر نزيدوا غير حاجه وهذيك هي نديروا بها الشخشوخه نعملوا مرقة لوبيا زادة بالكسكسي سي على بالك بلي مرقة لوبيا مرقة العدس كسكسي ناكلوه بكلش حنا اي اخي باش يعديو الرز يعديو به برشا حاجات وكل شيء افكتيمون احنا كي نجربوا تلقاو هاي يمشي الكسكسي سي انا جربتها احنا جربنا انت مجرب انت جرب الكسكسي ديري العدس كي يبقى ولا ديري اللوبيا كي تبقى ولا ديري عفا الكسكسي احنا كلنا بكلش بالدلاع بالطوماطيش بالعنب اي بالعنب مصفوف يولي عاد ما عادش يولي نو با فورسيمون لا لا هكذاك برك هكذاك عفا الطعام فوتوا به كلش حنا كي عارفه شغل سلك المحايد والمثوم علاش ما طيبتوش كي انت طيب الكسكسي باسكو بون دابور ماشي سبيسياليتي تاعنا احنا في الغرب ولا ما نعرفهاش ما عرفتهاش انا هكا في الغرب كوك في بلعباس احنا ما فما عقلتش عليها انا متوم في بلعباس انا جو ديكوفير هنا في الجزائر ولا كي كنت اعطينا ماكله معروفه بها ميلا سيدي بلعباس احنا في رمضان بلعباس حريره ومعقوده المعقوده المعقوده لازم يكونوا موجودين لازم معقوده كاين هنا بوراك في بلعباس معقوده ديول كيما راح يقولوا ديول ثاني يقولوا ايه مي سينون سي المعقوله بزاف ابخي بالعباس كاين بزاف بوكو دو بلا نقدروا ناكلوهم سي با سكي مونك يعني وشنو بالعباس كيما كاع الاغلبيه تاع الناس الغرب كيما شويه المغرب الزعفران بزاف حاضر الزعفران نطيبوا بزاف الزعفران في بالعباس حطينا في الكوجين مولاي نطيب بالزعفران سي تخي بون ايه نفوح به
برشا حاجات فوحتهم بالزعفران. شوف اللحم بعد ما فوحناه كما شفت باللفاح هذيك الكل باش نعملوه هكا دي بولات ونحطو تعيبة اللوز مرشوقة. وهكا كي درتينا الجاتو اللوز هذاك راك صبغتي العيد حبة اللوز. جاتو جاتو قل لي اسمك انت عامل مسرح. وي انا سبقتك كذا في الحديث وقلت لك جاي من بالعباس دونك مدينه بالعباس مدينه المسرح كذلك. وكان كان معروفه بالممثلين ديالها اللي انا نشوفوهم في شهر رمضان، معروفه بالاسماء الكبيره اللي ديال المسرح، معروفه بكاتب ياسين. وي كانت عندي تجربه في المسرح في في بالعباس. شنو الادوار اللي لعبتها؟ كنا في ان كومباني تياترال وكنا نديروا مسرح العبث. كان ليا الدور الاول وين لعب دور جوال مع جمال الرفاس. والدور الثاني لعبت هبيل. مهبول مهبول و صعيب دور المهبول مش سهل. صعيب كان صعيب بزاف وخاصه الدور اللي كنت لعبته في ذاك الوقت يعني الطفل اللي كان عاش العشريه السوداء وكان متاقه بالنافذه تاع دارو كان شاف انسان ومن بعد غلق على نفسه غلق على روحه ومن بعد ولا يدير دونك مش مهبول مونولوج ومن بعد من بعد هبل يعني شغل كيما املت يعني كان مشى وخرج من بعد للشارع وكان كيما قلت انت ماشي مهبول باسكو في الحقيقه كان يقول الحقيقه مش قابل اي فوالا مش قابل للواقع الموجود مي كيما نقولوا احنا عندنا بزيريه ديبريس لا بيردو ان تي بو لا تيت. دونك انت كي عملت مسرح ما جربتش ملي تمثل تلفزه؟ سي جربت التلفزه. جربت التلفزه في البدايه كانت في 2007 لعبت في لعبت في ان كور ميتراج اوفان اون سيت كوم بالامازيغيه بالقبيليه. تحكي قبيلي؟ نحكي قبيلي. ومن بعد لعبت مع محمد حلمي. درنا 13 كور ميتراج دي سيتواسيون كوميك كذلك مع محمد حلمي. كوميديا اذا كان كعامل 13 ومع اوفان وي مي تياترو سيتي بور لا تيلي. لعبت يعني سيتي اون اكسبيريونس مودست. لعبت دور الاستاذ في الفيلم تاع عائشه تيدير دونك المعلم ديالو الانستيتور تاع عائشه تيدير دونك سيتي في 2009 جو كخوا سيتي هادو هما لي زيكسبيريونس اللي كانوا عندي في التلفزه. لي مش برشا باهي اكسبيريونس باهي اللي عندك. سامبل. دونك انت قاعد بين الاذاعه بين التلفزه بين التمثيل. وي. انهي احسن حاجه اللي تحبها؟ الاذاعه معلوم. الاذاعه. لو شوا فيت في يعني لو كان واحد يقول لك خير بين الاذاعه ولا خير بين التلفزه سي كلاغ كو خيروا مباشره الاذاعه، الاذاعه اختار كان هذيك لا ماجي كان هذاك السحر تاع الاذاعه. الناس اللي داروا الاذاعه يعرفوا واش اي يعرفوا سكو شو انتران دير مي و اوني بروش يعني قرب بزاف على قرب بزاف على المستمعين وقرب بزاف على الناس اللي تبعوك واللي يحبوك مش كيما في التلفزيون يعني شيء مختلف. والاذاعه يعني رياكسيون على المباشر سي سبونتاني المستمع المسوع اللي لا اللي اما حلوه كي واحد يبدا يعمل اذاعه يتوحش التلفزه يمشي للتلفزه يتوحش التياترو يمشي للتياترو يتوحش الاذاعه يقعد هكا بينيتهم حاجه مزينه ياسر. مي يظهر لي بلي بورتون ما انا ما يعني ما تكونتش في هذا الميدان ما قريتش صحافه ولا ما قريتش اعلام واتصال. انا لا فورماسيون تاعي يعني مختلفه كامل على واش راني ندير يعني قريت انا علمي سيانتيفيك يعني قريت فيزيك فيزياء مي موهبه موهبه سي ماجي سي هذا الشيء سي هذا لو بارتاج مع الناس غرام باش نحط الحمص اللي هو طايب باش نحطوه في المرق وبعد باش نخلط لي بولات باش نحطوهم بغزر كيفاش عملنيهم لي بولات نتاعنا فيهم اللوز المرشو محلاهم 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 استنى في المثومة وي راني نستنى طيبت لك شهوتك نهضر معاك وين هي اللي طيبت لك شهوتك يعطيك الصحة نحط الحمص نحطوا الحمص نتاعنا وباش نحط لي بولات. مي لا انت تو حاجات هذوما الكل عملتهم يظل ناقص كان الغناء ما عملتوش. سي حسرات مي بون هذيك كنت في الثانويه كنت في الليسي كان عندي شنو تغني؟ جافي ان جروب دو راب كان عندي الراب كنت نرابي راب. بكري مي بون تقولي ليش نرابي لك دوكا باسكو ما لا والو ماني عاقل على والو اغنيه باهي مش راب اي اغنيه اه غدا جون خير انا مزيغ
اه قبايلي صح يا با سوزي بصح ما كي الناس راه صايمه درك زعما قابل انا لينا لينا تغني لي ليا انا غني لي نغني لك اتيا يدير الله يرحمه ايه كان في هذا رمضان ديجا عام اللي توفى الله يرحمه هاي هاي شكون فيهم ها سندو سي لا بلو فاسيل يلا سندو أمو قلت لك رابر ما نعرفش نغني ما يسالش ما يسالش علي روح معليش أول مرة راح نغني أيه. السندو السندو أفكار دو دي ذا ملال السندو السندو يا كنان التشرف كنان التشرف وخال يا كنان تشرف وخال عندو عندو هاي غيف كرتا وارش ثبوذي أكدت نتمني عندو عندو هاي غيف كرتا وارش ثبوذي أكدت نتمني جاي تخاك عبالك الله كون الراب عيبك هنا رابوني لها وكي بي بابا بيهيا بيهيا كملنا المثوم الشهوة متاعك حتينا الغليبولات متاعنا في الطنجرة كملنيه وجست باش يتيب وبعد نزينه ما نسقيه كيما يقولوا صحاب العاصمه انت معرس ايه معرس ايه. دونك في وزوز بنات اوه تبارك الله تبارك الله بناتك كيفك مغرومين هكا بالفن وبال وي. مغرومين في زوج في زوج بلس شنو مشجعهم يعملوا في زوج بيانو لي دو فون دو بيانو في زوج مي عندك واحده اكثر من الاخرى في الفن التشكيلي في الرسم في يعني اكيد مادام انت بوها ايه مادام الوالده اوسي عندها عندها لو دون تاع لا بانتور حتى هي يعني سي بيان يعني مي لا جو عندكم في الدار وي سافا سافا هي ترسم انت تمثل تغني نشط اذاعه ونقدم تلفزيون نشط لهم شويه في الدار كاين هما بزوج ديجا بزوج ينشطوا اكثر من اللي نشط انا باسكو سون سا دون الجين باسكو حتى حتى الزوجه حتى مون ايبوز يعني تعمل في الاذاعه دونك في زوج اذاعه في زوج لاتشاتش في زوج نهضروا في زوج يا ريت تتفاهموا كي تكونوا مع بعضكم كي تخدموا كيف كيف تتفاهموا بالقدا بالقدا بيزارما في الدار ما نهضروش كاع اذا ما نهضروش اي نعرف اما تتفاهموا تتلقاو معناها في افكار وي وفي وي سي سي بوكو سي بزاف تفهم خدمتك بزاف. تفهم خدمتها تعرف التعب نتاعك وي لا بروف راني كامل النهار وانا برا كامل النهار وانا ننشط هنا ونعمل هنا بي ما يسالش قول لها راني مستدعي عند النوري اليوم على غالب تشديت لا لا على بالها قلت لها الفطور العشيه ما تكلش عليها قاعده عند النوري اليوم عند النوري خلاص نستناو المثوم باش نزينوه ونوريك البلان تاعك سوبر ما تبعدوش اقعدوا معنا باش هكاك تشوفوا كيفاش زينت المثوم المثوم محضر طيبت لك شهوتك يا رياضه هاوكا ان شاء الله يعجبك لا كيفاش هذا قاع ما يعجبنيش يعطيك صحه يعطيك صحه نوري مرحبا بيك ونورتني وشرفتني يطول عمرك عايش يا ترى رياض غايا واه غايا يا ترى واش دير المثوم اللي كنت باغي تاكله واه واه راه واجد مستعرب بك انا بنيت لي بلي تقدر تولي اكتر سي رياض هيا نديك تشوف مولاي راني جاي اختي نوريا يعطيك الصحه على الضيافه يعطيك الصحه على المثوم شكرا فوت توقات ممتعة معك مرحبا بك في كل وقت يعيشك الله يطول عمرك غاولوا غاولوا لا زال وذن ومولاي راه هناك هاي هاي والمتوم او تاع النوري ماشي تاع رياض خي قلت لكم نشد حتى الاذان مش مشكل ها هي النوري غدوة إن شاء الله ملتقانا في نفس التوقيت كوجينة عاشور نعطيكم دبارة جديدة وأكيد باش تكون بنينة بنينة تهبل شيء طيبة وصحة فطوركم المثوم كيلو ونص لحم علوش مقصوص كعب عظم راس ثوم حمص ملح فلفل اكحل كمون مغرفه اسمنت مغرفه زيت معدنوس اعظم باش نزينو بيه
هنا هو. أيوة توا فهمت يا النوري، قايم بكري وتجري وتغني وماشي جاي المرشي. ها ها يا النوري أخرج من الكوجينة. ما نعاونكش؟ لا، وبعد ما نكمل باش تغسل أنت المعون. من عمي ما قعدناش صلي.